بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان. الدعاء هو العبادة. يسأل كثير من الفضلاء عن الدعاء، وقد ذهب شهر الصيام الذي في سياق أيامه المعدودات جاء قول ربنا الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كأنهم يفهمون أن الدعاء لصيق بالصيام وشهر القرآن، فإذا انتهت أيام رمضان انتهى الدعاء، وما عاد مجديا ولا فائدة من ممارسته. يسألون عن أهمية الدعاء في حياة الناس، وقد انقضت التسابيح والتراويح، كأنهم ينتقصون من قيمته، خاصة وأن هناك من يملي بأن الدعاء شغل الدراويش وشعار المشعوذين، والاشتغال به اشتغال بأساطير الأولين، وأنه من التقاليد البالية والطقوس القديمة التي يمارسها من يحاول أن يتطاول على أموال الناس ويعيث في البلاد فسادا ويحارب الفضيلة وينشر الرذيلة. ونحن نعود إلى موضوع الدعاء، وقد سبق أن تناولناه في إحدى الحلقات المسموعة بواسطة هذا الموقع الرائد، لنوضح أن الدعاء عبادة كسائر العبادات الأخرى التي أوجبها الله تعالى بأمره في قوله: ادعوني أستجب لكم، للتقرب إليه سبحانه ونيل مرضاته. الدعاء عبادة شريفة مارسها الأنبياء والأولياء والصالحون، صاحبتهم في كل أوقاتهم وأحيانهم وأحوالهم، إذ هي من العبادات غير المؤقتة بحين ولا حال ولا مكان، نافعة في المسرات والمضرات والأفراح والأتراح والمباهج والشدائد وفي البيوت والمساجد. وإلغاء الدعاء من حساب العبادات كإلغاء لشعائر أخرى ناطقة بالتوسل والتضرع والإخبات، كالصلاة والصيام والحج والزكاة. ولا عذر لمن يجهل وظائف الدعاء في حياة أهل الإيمان، فقد شرع لمقاصد تربوية تتحقق إن عاجلا أو آجلا، إذ الدعاء ليس وسيلة لتحقيق غايات والظفر بمطلوبات، وإنما هو في حد ذاته مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لخالقه، شرع لإظهار الافتقار وكسر الاستكبار والترويض على الطاعات والخيرات، شرع لجلب المنح ودفع المحن. فالعبد مفتقر إلى ربه في كل أحواله وشؤونه، في اليسر والعسر، في الصحة والمرض، والسلم والحرب، في السفر والحضر، في الشغل والفراغ، في الاجتماع والفرقة، والأنس والغربة، وفي الحياة ويوم البعث. فليس هناك إلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض غرورا وخداعا، قد يصرفون الهمم عن الدعاء كغاية ووسيلة معا،
لتحقيق العبودية الكاملة للخالق البارئ سبحانه، ولجلب النعم ودفع النقم. وقد يظن من ينتقص من الدعاء أنه مدعاة لترك الأخذ بالأسباب والتردي في حمأة التواكل المذموم، والقعود عن العمل، والركون إلى الدعة والخمول، وهو ظن من لا يرى في الإسلام إلا اسمه وفي الكتاب إلا رسمه. وأما حقيقة الدعاء فإنه مشروع لمصاحبة الأعمال أو لمباركة ما يأتي وما سبق منها. فإذا كان العمل الجاد سبباً مادياً لتحقيق الحاجات وتلبية الرغبات، فإن الدعاء هو السبب المعنوي الذي يقوي العمل ويعضده، فتراه قد أينع وأثمر وأزهر، فيزدهي به الإنسان الذي كان سعيه توكلا ودعاؤه رجاء، فيثمر ذلك المجموع إجابة شافية كافية بها بلوغ المأرب وتمام المقصود. هذا هو الفهم السليم من العقل السليم. فلا منافاة أبدا بين الدعاء والأخذ بالأسباب. فإلى الله تعالى نلجأ في قر البرد وزمن الربيع وعز الصيف وكرب الخريف، نتضرع إليه في أيام الصيام وفي غيرها، لأننا ربانيون لا رمضانيون ولا شواليون. نعرف ربنا في أفراحنا ومسراتنا ليديمها علينا وينميها، ونتعرف عليه زمن الأوبئة والجوائح والكربات والشدائد ليدفعها عنا ويسلمنا منها. والله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ويتأكد الدعاء ويصبح هم القلوب النقية، ويترسخ ثقافة في النفوس التقية مع استطالة الأسقام والأوبئة وانتشار الكوارث والأزمات واشتدادها. فالعبد لا ولن يتضجر مهما طال البلاء، لأنه متعبد بالصبر والدعاء. المسلم يمارس الدعاء عبادة من العبادات، ويستنفد سائر واجباته الدينية والدنيوية، لأن بها انتظام قوام معاشه وحسن عاقبة معاده. فيصبر ويحتسب ويستغفر ويتوب ويرد المظالم والحقوق، ويبذل من سعته وصدقاته، ويجتهد لجلب النفع للناس ودفع الضرر عنهم، ويمهد كل الوسائل المتاحة في السياسة والاقتصاد والصناعة والطب، يستحث الهمم للبذل والعطاء في سبيل البحث العلمي ودعم الكفاءات البحثية والطاقات الفكرية للابتكار والاختراع، يمد العون للإعلام الهادف والإعلاميين في مضمار التبصرة والتمحيص لقطع دابر زيف الأخبار وإبطال الإشاعات والأغروطات والخرافات والترهات. ألا وإن للدعاء حلاوة لا يرزقها إلا مخموم القلب صدوق اللسان. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وذلك لأن الذي يدعو يتوجه إلى بيت مفتوح دائما. فأنت أيها العبد إن أردت لقاء الله
فسبحانه يلقاك في أي وقت وتدعوه بما تشاء وتطيل في حضرته كما تريد، ولا يقول لك أحد أبدا إن الزيارة قد انتهت. يقول الشاعر الحكيم: حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي، يحتفي بي بلا مواعيد رب. هو في قدسيه، هو في قدسه الأعز، ولكن هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحب. اللهم إنا دعوناك وندعوك أن تكفينا شرور أنفسنا وشرور المستهزئين والمستفزين. آمين، والحمد لله رب العالمين.